2009 نتنقل مع المنتخب الوطني، في حياتي ما دخلت الملعب غير هذه الخطره. جات غير هكا، على جات هكا لخاطرش كي صفر الحاكم مشي انا اللي دخلت. دخلوا واحد، دخلوا مناصره تاعهم عند خمسه ولا سته، دخلوا انا في عقلي حسبت غادي مش عارفش غادي يديروا الجوار. بانت لي بلي كشغل تحقرنا باسكو كانوا شويه ما عملوناش ملاح في التريبيل. لي زاجون في التريبيل كانوا يقايسوا في اللعابه تاعنا بالقرعه تاع الماء، خاش هادوك اللعابه الزياده يطلعوا المدرجات ليهم مع ستاف تكنيك يقايسوهم. دابزنا ديجا معاهم، شافنا رئيس الاتحاديه وكاع على هذه، رئيس الاتحاديه والاتحاد الجزائريه كي وصلوا للبلاد شكروا المراسلين اللي كانوا معاهم. باسكو حنا اول واحد حنا دافعنا على اللعابه وعلى ستاف تكنيك اللي كانوا تما، باسكو في المدرجات كانوا يقايسوا فيهم. انا كنت مريح في المدرجات، شفت جواره قلت بالك غادي يروحوا يضربوا جواره تاعنا ومش عارف شنو. درت الاعلام في يدي وهوت الميدان، هوت الميدان كي دخلت هكا ايا شفت هادوك كل السبورتر كشغل رايحين، هما كانوا رايحين باغي يدو تريكويات ومش عارف شنو ولا حاجه تاع لعابه. انا رفدت رحت لميت لي جوار في السونت وفت العلم في السماء وقلت لهم انتم رجاله وانتم فرحتوا الشعب الجزائري. من هاد الضربه طلعت لهم العلم في السماء وقلت لهم من الان احنا كملنا مع كاس افريقيا، من الان تبدا مباراه تاع الفاصله تاع مارس. تما تما كينا كي كملنا صحيح ما كتبش ربي، طلعت لهم عام من تما كينا كوريجيتهم. وهذيك اللقطه جابت استحسان عند اللاعبين وفرحوا، وبلايلي عندنا كني قاعد يبكي ومحرز جواله كاع ضامنوا. قلت لهم انا ليسونسيال تحيه الجزائر في الربح والخساره الاعلام يقعد في السماء. هذا هو اختي.